بالنسبة للمكتبة، الكتاب في المغرب له جذور تاريخية. هذه الجذور التاريخية تمتد لقرون، وارتباط المغرب بالأندلس وفر له أرضية لأن يكون هو وارث كتب وإنتاجات الأندلس. فبالنسبة للمغرب، فإذا كانت مثلا الأندلس اشتهرت بمكتبة غرناطة، والعراق اشتهر بمكتبة بغداد، وما آلت إليها هذه المكتبتين من تدمير وضياع لكتبها، فإن للمغرب مكتبة تسمى مكتبة زيدان. فمكتبة زيدان فهي من المكاتب المهمة في العالم العربي والإسلامي، حيث اهتم صاحبها الذي هو زيدان، وزيدان هذا هو ابن المنصور الذهبي. اهتم هذا السلطان هو ووالده المنصور بجمع الكتب وإرث جميع الكتب التي كانت تأتي من الأندلس، وهي الضفية التي كانت تعرف سقوط الأندلس. فمكتبة زيدان حوت عدة أصناف من الكتب العلمية والطبية والدينية والتاريخية، مخطوطات وعدة أشياء من هذا القبيل. لكن هذه المكتبة يؤسف لها أنها ضاعت من يد صاحبها في ظرف تاريخي حساس. هذا الظرف التاريخي الحساس كانت العرائش إحدى مكونات هذا التاريخ. فالظرفية التي ضاعت في هذه المكتبة هي ظرفية تسليم العرائش للإسبان، وهو حدث تاريخي بارز في تاريخ المغرب عموما، كانت له انعكاسات سلبية على الحياة الثقافية والاجتماعية بالمغرب، كان من بينها ضياع هذه المكتبة. هذه المكتبة هي اللي معروفة عند العامة بالمكتبة الرسولية؟ ليست بالمكتبة الرسولية، سأتحدث لك عن المكتبة الرسولية. نعم. فالمكتبة زيدان هي مكتبة ضاعت في ظروف يؤسف لها، أنها بعدما سلمت العرائش إلى الإسبان اشتعل المغرب حروبا وتطاحن بين مكونات المجتمع المغربي. ومن صور هذا التطاحن وهذا الـ هذا الـ هذا الـ وهذه وهذه الظرفية ثورة أبو محلي في الجنوب المغربي في منطقة التوات، وهي التي تسمى اليوم بتندوف، حيث صار هذا الفقيه على السلطان زيدان وعلى المامون الذي سلم العرائش للإسبان. فما كان من هذا الرجل إلا أن جمع متطوعين للذهاب لتحرير العرائش وتخليصها من يد النصارى. فبمروره إلى مراكش هرب زيدان بكتبه وبمكتبته، يحملها تتكون من 70 حمل من الكتب إلى ميناء أسفي. ومن ميناء أسفي اكترى زيدان سفينة بحرية للذهاب بتلك الكتب إلى أكادير، لكنها تسقط في يد القراصنة الإسبان، فصدروا تلك السفينة وتلك الكتب، فأبحروا بها إلى لشبونة. هناك تمت فهرسة 4000 كتاب من هذه الكتب، ومن ثم نقلها إلى مكتبة الإسكوريال قرب مدريد. حاول زيدان استرجاع هذه المكتبة بالطرق الدبلوماسية لكنه لم يفلح، مات
وبقيت غصة هذه المكتبة في قلبه. فجاء أبناؤه الوليد ومحمد فحاولوا استرجاعها كذلك بالطرق السلمية، لكن الرغبة لم تحقق. فانتقلت السلطة إلى الدولة العلوية، فأصبحت قضية الكتب المغربية ومكتبة زيدان خاصة من قضايا الدولة المغربية. فقام الملك إسماعيل بمحاولة مقايضة هذه المكتبة لمئة أسير التي وقع فيها النقاش حين تحرير مدينة العرائش. فكان لهذه المكتبة وقع في نفوس المولى إسماعيل والمغاربة في ذلك الوقت، فحاولوا استرجاعه لكنهم لم يفلحوا. ثم جاء سيد محمد بن عبد الله وحاول كذلك، لكنها لم ترجع هذه الكتب بدعوى أن تلك الكتب التي كانت في الإسكوريال أتت عليها النار. فإلى حدود عهد السلطان أو صاحب الجلالة محمد السادس الذي تسلم فيلم لهذه الكتب الموجودة بالإسكوريال. إذن هي مكتبة عملت الدولة المغربية وعلى رأسهم سلاطين المغرب لاسترجاع هذه الكتب، ولو بطريقة الفيلم الذي أعطاه ملك فيليب ملك إسبانيا إلى الملك صاحب الجلالة محمد السادس. هذه هي أبرز محاور أو تطورات هذه القضية في قضية الكتاب والمكتبة في تاريخ المغرب. إلا أننا نتحدث عن العرائش وعن تاريخها وعن تاريخ. هل كان من المرتقب أن يتم حمل هذه المكتبة إلى مدينة العرائش حسب ال... لا، ليس في علمي، ولكن هناك كانت مكتبة تسمى بالمكتبة الرسولية. هذه المكتبة للأسف قال فيها الدكتور عبد العزيز بن الصديق أنه لو بقيت مكتبة الرسولي لحج العلماء المختلف أنحاء العالم إلى مدينة العرائش، لكن المكتبة ضاعت بسبب الثورة التي كانت ضد الرسولي هنا، أي خالد الرسولي باشا العرائش، وليس الرسولي أحمد ولكن ابنه خالد. هذه المكتبة كانت تحتوي جميع أصناف الكتب ومخطوطات. الذين اطلعوا عليها كانوا معجبون بها، ولكن للأسف أحرقت ونهبت وسرقت وأحرقت مع البشر في ثورة المعروفة ضد الرسول. هذه أبرز النقط المتعلقة بالكتاب والمكتبة وتاريخ مدينة العرائش. السلام عليكم.